Zombie Apocalypse. مرحبا يا جماعة الخير، عساكم القوة. اليوم عندي ريفيو على سحب السيجارة اللي هي إيرغو من شركة فابتيو. العلبة من الخارج إيرغو، هذه اللي هو فابتيو. طبعا هني محتوى العلبة اللي موجود داخل العلبة، شنو الموجود داخلها، وهذه عنوان الشركة والباركود وكل شيء عن يخص السحبة. هلا يا جماعة الخير نفتح العلبة ونشوف محتواها من داخل، شنو اللي داخلها. طبعا هاي محتوى العلبة من داخل، هذه اللي هو الكتيب هي بطاقة الضمان فابتيو، الكتيب اللي وياها كبير استخدام السحبة وتعبية البول، جميع الإرشادات اللي تخص السحبة، يعني جميع المعلومات اللي تخص السحبة. هذه هي السحبة، تصميمها رائع جدا. هاي سحبة وهاي بود إضافي تخليه وياه داخل السحبة. دقائق أشرح لكم باقي التفاصيل. والكيبل اللي هو USB charge Type C. يا جماعة الخير مسوينا نفس اللي هو الايربود اللي يستخدمونه حق الايفون، السماعات اللي داخل الهيدفون نفس الشيء. شو يا جماعة الخير، تفتح السحبة، تفتح البوكس العلبة، ظل عندك ثلاث إضاءات والإضاءة الخضراء، معناته الشحن فل. طالما الإضاءة الخضراء هني معناته 90%، وإذا كانت إضاءة حمراء معناها العلبة اللي هو البوكس ذي يبي له شحن. شو يا جماعة الخير، هذه من داخل البوكس. طبعا البوكس مصنوع من البلاستيك، وسعة البطارية 700 ملي امبير، هذه حق الشحن. تصميم هالمرة شركة الفابتيو صممت السحبة بشيء راقي وشيء حلو. طبعا يا جماعة الخير طول العلبة دي بيكون 73.2 ملليمتر، والعرض بيكون 50 ملليمتر، ثيكنس من هنا بيكون 24.2 ملليمتر. خلونا نتكلم حاليا عن السحبة دي اللي داخل. طبعا هاي السحبة شوفوها، ما فيها مكان حق تشرجها والله شيء، يعني كواير كيبل USB شارج والله شيء، تشرجها من هالبوكس العلبة نفسها. هاي السحبة من داخل. طبعا سعة البطارية، سعة البطارية المستخدمينها داخل السحبة هني هي 80 ملي امبير، مصنوعة من ألمنيوم اللي هو ألوي. هذه البود والكويل بين واضح عندكم، شوف حتر الكويل. شفت الفتحة الداخل نفس طريقة السبع أم. وطبعا سعة البود بيكون 1.5 ملي، والكويلات المستخدمين مقاومة الكويل داخل اللي هو 1.0 أوم، ومصنوع من مادة اللي هي PCTG مواد. طبعا البلاستيك في أنواع، في بلاستيك يستخدمونه حق أكل وقراش ماي والسوالف الثانية. هاي البود من تحت
الكونكترات هذه والبود، طبعا ما يبين من داخل. شوف الفتحات واضحة عندكم، والبود تعبى من هالمكان هالجهة. شو يا جماعة الخير، الفتحة واضحة عندكم، طبعا يا جماعة الخير السحبة فيها حماية ضد الأشياء اللي هو كان في التماس أشياء وايد، كإذا سحبت أكثر من الوقت المحدد، وهم سحبة أثناء بالبطارية بلها شحن، والله انخفاض في الولتج، وهم حماية أثناء الشحن، وهم الحماية إذا كان أي خلل ثاني. شو يا جماعة الخير صغيرة ملبقة، تبي تشرجها رجعها مكانها وحطها في مخبوك، تقدر تشيلها في أي مكان نفس طريقة الإيربود. خلونا يا جماعة الخير نعبي البود، نقول لكم أداة السحبة وشلون الفليفر وشلون النكتين اللي فيها. طبعا يا جماعة الخير انا بروح اعبيها اللي هي Elemental 30 mg، اللي هي فانيلا تبكو. طبعا يا جماعة الخير في كل فيديوهات انا اقول لكم اذا بتعبي السحبة لا تعبيها فل، ودائما خلفيها مساحة تعبي البود، فدائما ناس ما خبرتكم لا تعبي حد بد خلفي مساحة. وثانيا إذا بستخدم البود ونركبت على السحبة فلا تنتظر إنه ينشف، يعني تخلص من النكهة عقب تروح تعبي، يعني تخلي كلش ينشف يحترق عليك القطن، فلازم تحاسب على الأشياء. خلونا يا جماعة الخير ننتظر 5 دقائق نخبركم بعد السحبة وشون النكتين فيها. الناس ما خبرتكم يا جماعة الخير شوي طريقة الكويلات مصممينهم نفس اللي هي السحبة السيجارة كيلي بيرن، وطالما احنا ننتظر 5 دقائق لين ما تشبع الكويل بالنكهة. شوفوا يا جماعة الخير تصميم حلو جدا حق البوكس اللي هو من مصنوع من البلاستيك. طبعا يا جماعة الخير نفس ما خبرتكم اذا كانت 3 إضاءات هني فمعنات الشحن اللي في حق العلبة اللي هو البوكس مستوى عالي، وإذا كانت نقطتين نفس هذه فالشحن متوسط، وإذا إضاءة واحدة بيكون منخفض جدا، فعقبها يبي له شحن. فالناس ما خبرتكم إن السحبة ذي ما تنشحن بكيبل بأي شيء، الشحن مالها هو نفسه هنا. هالمرة تصميم شركة الفابتيو جدا رائع وراقي جدا على مستوى مسوينه. عقب ما انتظرنا 5 دقائق يا جماعة الخير خلينا نجرب السحبة ونشوف أداها وشلون توصل النكتين.
طبعا يا جماعة الخير السحبة بتكون مكتومة وحسب ما أنا استخدمت فيها اللي هي المنتل 30 ام جي فانيلا تباكو. يا جماعة الخير هاي السحبة تصلح حق اللي يحبون نكهة تبك، الفليفر في مكانه وتحس بالنكتين في مكانه، تحس بالطعم النكهة. فتقدر استخدم عليها بعد أهم 3 ام جي اللي هو 3 بيس، يعني النكهات العادية اللي استخدم حق الشيشة الإلكترونية. يا جماعة الخير اللي يحبون تباك يستخدمون هالسحبة، وايد أداها رائع وقوي جدا، فالسحبة تستاهل. يا جماعة الخير هاي السحبة موجودة عند فيب كلاب، هم منزلينها اللي هي إيرغو تبع شركة فابتيو، وين تحصلونها؟ في فيب كلاب، وفيب كلاب غني عن التعريف. يا جماعة الخير ناس ما خبرتكم اللي نزلينها مع الفيب كلاب، هاي البدات مالها هم متوفرة عندهم، العلبة فيها 3 بدات وسعرها طيب الخاطر. شوف يا جماعة الخير هاي معناته ان السحبة كثر ما استخدمتها لها ما تفولت عدل، الحين قلت تشحن بروحها داخل. يا جماعة الخير السحبة تستاهل، مكتومة ما نقول حدها كلش، لا يعني مستواها زين، يعني مو مفتوحة نفس كاليبر، لا بتكون مكتومة، تعتبر مكتومة. فحق نكهات التباك والشباب اللي يحبون نكهات التباك يستخدمونها، فهاي السحبة تصلح حق نكهة التباك أفضل من نكهات عادية اللي هي نكهة فواكه يعني. فعلى حسب رغباتكم حسب استخدامكم، أنا عندي التباك وايد زين وتحس بالطعم النكهة وهمس تحس بالنكتين في مكانه. شوف يا جماعة الخير بسرعة شرجت، مو خذت لها وقت وايد، تقريبا ما بين 3-4 دقائق شحنت بروحها. قبل شوي شفتوا إضاءة كانت حمراء، كانت الإضاءة حمراء وميض. حاليا خضرة، هذا تشارج. فعساكم القوة ودمتم صادمين.